بيقول لي هنا ايه بقى؟ الدو واي حاجه غير الواي. الواي لما جينا بصينا لها كانت عامله كده صح؟ اما الدو واي مختلفه، بدل ما بحط واي والشرط بكتب هنا كلمه دو وفي الاخر بحط هنا الشرط كده وسيمي كولون. خلاص؟ ايه اللي اختلف يعني؟ دو ليس لها قيمه، هي كلمه مبدئيه مفتاحيه عشان يبدا في كلمه يخش بيها، لكن هي ملهاش اي قيمه اصلا. بس الفكره كلها ان انت نقلت الشرط من فوق لتحت. ايه يعني اللي اختلف؟ قال لك لا، الموضوع اختلف جدا. خلاص هنقول دلوقتي. اولا دو واي بتقول لك allows the code to be repeated so long as a boolean condition is met. اللي هي زي بالظبط الواي، ان هي بتتيح للكود انه يتكرر لفتره يعني بناء على شرط بوليان، يا ترو يا فولس. طيب ماشي، اللي هي زي الواي. قال لك ذا كونديشن از ايفالويتد، يعني الشرط بيتقيم افتر ذا كود، بعد ما بيبقى الكود از اوريدي اكزكيوتد وانس. هنا بقى الاختلاف، الثانيه كانت نفس السطر بالظبط في الواي بس كان مكتوبه كلمه بي فور، هنا دي بقت افتر. خلاص كده دي الشرط بيتقيم بعد، خلاص، غير ان الشرط بيتقيم ايه؟ قبل. تفرق؟ تفرق كتير. لا، عارف ايه هو الفرق الاساسي؟ ان لو الشرط كان اصلا جاي فولس، لو انت شغال وايل والشرط جاب فولس، هل هتخش جوه الوايل؟ مش هتخش. لكن في الدول مش كده، ده بيقول لك هختبر الشرط بس بعد ما انفذ. فلو الشرط فولس هيخش ينفذ وبعد كده يبقى يختبر الشرط، فحتى لو الشرط جاي فولس هينفذ. اقول تاني خلاص. هنا الفرق ان انا بخش بعد الدو بنفذ الاوامر، بعد ما انفذ الاوامر بخش على مين؟ على الوايل، بشوف الشرط، فكده كده نفذت وبعد كده شفت الشرط. والله لو طلع ترو هكمل، لو طلع فولس هبقى نفذت مره. فنقدر نقول ان الوايل لما تكون عايز تنفذ الاكواد بتاعتك ولو مره واحده على الاقل، ولو مره واحده على الاقل، يبقى مفيش حل عندك غير مين؟ دو وايل. هل ينفع دي اعملها بالوايل؟ انت قلت لنا من شويه الوايل كانت بتعرف تعمل كل حاجه، بس بعد ما زودنا بقى الدو وايل ينفع؟ اه ينفع تعملها بالوايل، بس هتبقى لفه عامله كده، لفه طويله عشان اقدر اظبط الحته دي بالوايل. هعمل متغير بقى فلاج، فلاج يعني علامه، واشوف بقى العلامه بقت معموله ازاي، وبعد كده ادخلها ولا لا، وبعد كده يعني هلف لفه طويله عشان اقدر اعمل العمليه دي. بس بالوايل بتتعمل، احنا بس متفقين، بس هقدر الف لفه طويله عشان اعملها بالايه؟ بالوايل. عايز ايه؟ اقول تاني طبعا، اكمل بس حته عشان نخلص منها. بيقول لك كان بي يوزد تستخدم وين ذا نمبر اوف اتريشنز، لما عدد اللفات از نوت نون. زي مين؟ زي الواي العاديه بفور اكزكيوتنج ذا لوب. ماشي، بس هنا بقى الفكره كلها ان هو بيقول لك ايه؟ but it assumes at least one execution. بس على فكره لازم ينفذ ولو مره واحده، وهي دي اللقطه اللي بيتكلم عليها. خلاص، الدو واي لازم تخش ولو مره واحده. ليه؟ لانه مش هيسال على الشرط اصلا غير بعد اول مره. يعني لو جينا عملنا كده في المثال هنا، حط هو قيمه مبدئيه، حط هو قيمه للمتغير مبدئيا عشان يقدر يسال ان هو لا يكون لا يساوي فاضل، صح؟ سؤال بس، على افتراض ان المتغير اللي اسمه لاين ده في الجمله دي، ان القصه دي جوه برمجه وجوه قصص يعني، على افتراض ان المتغير اسمه لاين ده كان جاي قيمه من الداتابيز او حاجه، فانا ما اعرفش هي جت فاضيه ولا جت فيها بيانات، وانا عايز يخش يقرا كلمه اليوزر هيجيبها، صح؟ حد يقدر يقول لي كده الجمله هتلف؟ اقول لك ممكن ما تلفش. عارف ليه؟ لو القيمه جت مثلا من داتابيز او من ملف او من اي حته وحطها جوه اللاين وكانت القيمه دي فاضيه، هيجي يقول لك لف، لو القيمه مش فاضيه هيلاقيها فاضيه، هل هيخش؟ ولا مره. خلاص كده؟ لكن لو انت جيت عملت كده هنا الدو، جاب
جابها من الفايل فاضية او ما جابهاش فاضية كده كده هيخش هنا يقول لك دخل كلمة ويستنى منك يقرا الكلمة، وبعد ما يقرا الكلمة يحطها هنا، وبعدين يبقى يسأل انت دخلت كلمة فاضية ولا كلمة ما هياش ايه؟ ما هياش فاضية. فاكرين فاهمين الفكرة؟ لكن لو احنا دلوقتي عملنا دي كده، تعال نجرب دي كده، دي كده زيها زي المثال اللي فات، دي كده زيها زي المثال الايه؟ يعني لو دوست كنترول في 5 دخل يا ابني كلمة، قلت له أي حاجة، دوست انتر دخل كلمة كمان أي حاجة، دخل كلمة قلت له مش مدخل، قال لي خلاص كده الموضوع انتهى. بس كده؟ طيب لو انا شلت الكلمه دي يعني خليت اللاين ماله او خليته جه فاضي، اعمل ران هتشتغل عادي جدا، هو دخل كلمه ومدخل اي حاجه ودوست انتر، قال لي ماشي دخل كلمه كمان، دوست اي حاجه الى اخره، مش هيقول لي ايه؟ مش هيقول لي لا، لغايه لما ادوس فاضي فيقول لي الموضوع انتهى. طيب لو جينا خدنا بقى الوايل تاني ورجعناها لاصلها في الوضع ده، الوضع ده كان شغال اهو، الوضع ده كان ايه؟ شغال. انا بس هرجع تاني بوايل مش بدون وايل بقى، هل كده هيشتغل؟ لا، لانه فاضي، هيقول لك ده فاضي، لا مش فاضي، لا ده فاضي اطلع بره، يلا مش هيشغلك، ده الشرط اتكسر، هو فاضي، بيقول لك لف، لو كان مش فاضي قال لك لا ده فاضي، فمش هي ايه؟ فمش هيلف من اساسه، مع ان نفس الجمله دي كانت شغاله معايا في مين؟ في الدول، لكن هي مش هتشتغل معايا في الوايل، لان هنا الوايل بقيم الشرط قبل الدخول، لكن التاني لا، بخش الاول بعد كده بقيم الشرط. فهمنا الفرق الاساسي؟ لو جيت عملت كده رن دلوقتي مش هيعبرك، ولا الموضوع انتهى من قبل ما تبداه اساسا، خلاص، لانه مش هيخش جوه الايه، جوه الوايل، ولا هيعمل اي حاجه خالص. لكن مع الدو كان بيعملها ولو مره واحده، ولو مره واحده على الاقل، حتى لو كان الشرط غلط، حتى لو كان الشرط ايه غلط، بس ما يبقاش غلط على طول، هي مره واحده في الغلط، بعد كده لو كان صح يكمل، كان غلط يقف. بص ما وصلتش، حد عايز يسال فيها سؤال؟ احسن برضه. هو بيقول لك السترنج لاين ديفولت عمله هو وانتر اوورد وبيقرا الكلمه، بيقول لك لا تساوي نل والكلام ده كله، ماشي. بيقول لك تعالى نشوف الوايل لوب بمقارنتها مع الدو وايل لوب. قال لك الدو وايل لوب ويل اكزكيوت ات ليست وانس. الدو وايل هتنفذ على الاقل مره. الوايل لوب مايت نوت اكزكيوت ات اول، ممكن ما تنفذش اصلا. ممكن ما تتنفذش اصلا. فقال لي هنا ايه؟ كونسول دوت رايت لاين اكتب سطر دخل كلمه، قلت له ماشي. بعد كده الكونسول هيريد اللاين اللي انت كتبته، هيريد اللاين اللي انت ايه؟ كتبته، ويحط جوه المتغير اللي اسمه لاين. وعمل لك مره الجمله وايل، وعمل لك مره الجمله دو، عشان ايه؟ يقارن لك ما بين التنين. هيقول لك ايه؟ وايل اللاين لا يساوي نل. المفروض احنا عارفين ان ده يساوي فاضي، ها؟ وايل اللاين لا يساوي فاضي. هل هو اول مره انت قريت فاضي ولا مش فاضي؟ انا بقول لك دخل فاضي. لو دخلت فاضي الجمله دي هتشتغل؟ لا، لانه هيلاقيها فاضي وانت بتقول لازم يكون مش فاضي، فالجمله دي مش هتشتغل. لكن هنا هيعمل ايه بقى؟ هيقرا منك الكلمه خلاص ويختبرها، وبناء عليها هيلف تاني ولا مش هيلف تاني. اما دي مش هتقرا منك ولا كلمه ولا اي حاجه خالص من اولها، دي فاضي، مش هيقول لك اقرا ولا يقول لك اكتب كلمه ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. اقولها تاني السؤال ده، طبعا تاخدها كوبي لازم تكون الدبل كوشن بتتغير، فانت لازم ايه ظبطها تاني عشان واخدين الكود كوبي على طول. طبعا في سيمي كولون هنا ناقص. طيب بص معايا، اول حاجه هيقول لي دخل قيمه، هيستنى واديها له، عشان نقدر نخليها فاضيه، ماشي، هنديها له فاضيه. لو اديناها له فاضيه هيجي هنا مش هيخش ولا هيشوف اي حاجه ولا هيعمل اي حاجه خالص. ليه؟ لان اول القصيده شرط، اول القصيده شرط، خلاص هيخش او دخل دي مش فاضيه، لا خلاص الموضوع ده. اما هنا لا، انت دخلت فاضي هيسالك تاني، هيسالك تاني، هيقول لك ايه؟ دخل كلمه تاني. تقول له ما دخلت فاضي، يقول لك دخل كلمه تاني، وبناء على كده
هيقرا ويحط جوه اللاين، لو دخلتها فاضيه تاني هيوقف، لكن لو دخلتها مليانه هيبدا يستمر ويكمل ويستمر ويكمل كان اللقطه. فالعمليات بقت مختلفه تماما، يعني بقى بتعمل عمليات ودي بتعمل عمليات مختلفه. عمليات ايه؟ مختلفه. خلاص لو جيت عملت ران، لو اول كلمه دخلتها مليان يبقى هيشغل الوايل وهيشغل مين؟ الدو وايل. خلينا مع الوايل دلوقتي، دخلت قيمه دخلت قيمه دخلت قيمه دخلت قيمه دخلت قيمه دخلت قيمه دخلت قيمه، كل ده مع الوايل. اول ما ادوس فاضي دلوقتي الوايل الاولانيه هتقف، لما الوايل الاولانيه تقف هيبدا يخش على الدو، والدو هتشتغل برضه. خلاص او دخلت فاضي كده دخل على مين؟ على الدو. خلاص او ما تعدهوش انتوا راحتكم. خلاص وندخل قيمه هيبدا يقراها وهيلاقيها مش فاضيه وهيكمل، ادوس انتر يكمل، ادوس انتر يكمل، بس كل وقت هو جت في الدور. خلاص طب اول ما دخل فاضي هيقول لي خلاص الموضوع انتهى. خلاص ده حلو حلو حلو، لكن تعالى نجرب بقى، بس نبدا من اول القصيده فاضي. خلاص اعمل رن، اول القصيده فاضي كده الوايل راحت، كده الوايل ايه راحت، هتبدا تشتغل في الدو وايل بس، او اكتب اي حاجه مقبوله مقبوله مقبوله. اول ما اقول له فاضي قال الموضوع انتهى، لانه اصلا الايه الواي ما اشتغلتش من اساسه، كان اللقطه دي على الله. احسن. فبيقول لك لو انت عايز تطبع من واحد لعشره بالثلاث اشكال، العمليه سهله جدا. فور ان الاي تبدأها بواحد، والاي لازم تكون اصغر من او تساوي العشرة، او اصغر من 11، او اصغر من او تساوي العشرة، الاثنين واحد. وكل مره الاي تزيد بواحد، اطبع 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 لعشرة. دي شفناها، المثال ده سهل. او بالوايل، او انا عامل الاي بواحد واقول له الاي لازم يكون اصغر من او تساوي العشرة، واطبع الواحد وزود، واطبع اثنين وزود، واطبع اثنين وزود، اطبع العشرة. او بالدو اقول له الاي بتساوي واحد ويخش يطبع الواحد ويزود ويزود الاي، يبقى باثنين باثنين، والاثنين تكون اصغر من او تساوي العشرة والى اخره. هل فيها مشكله ديت؟ يقول لي في حاجه مهمه جدا اسمها السكوب. ايه السكوب؟ سكوب يعني مجال الرؤيه. مجال الايه؟ مجال الرؤيه، يعني بيتشاف فين؟ يعني مثلا انا عملت الاي، اي بزيرو، اي اصغر من خمسه، اي بلس بلس، وهنا بيطبع الاي، ودي نهايه الايه؟ الفور، صح؟ اي هتبقى اول مره بكام؟ بزيرو، يطبع زيرو، يلف يزود واحد اثنين ثلاثه اربعه، صح؟ الاربعه اصغر من خمسه يطبعها، يزود واحد بقى بخمسه في الذاكره. هل خمسة أصغر من خمسة؟ لا، اللوب ينتهي، بس بقت الاي في الذاكرة بكام؟ وهو طبع من واحد لكام؟ خلاص؟ هيجي هنا تحت يقول له اطبع قيمة الاي، يديك ايرور. معناها كانت في الذاكرة بخمسة، كان المفروض يطبع بخمسة، قال لك لا. طب ليه؟ ليه؟ قال لك السكوب، يعني ايه بقى السكوب؟ قال لك المتغير اللي اسمه اي انت معرفه داخل الفور، ما يتشافش غير جوه الفور. طالما ان الاي متعرفه جوه الفور بس، والفور كده مقفوله، يبقى ما يتشافش غير جوه الفور، الفور بتاعته بس. لو عرفت متغير جوه الوايل ما يتشافش غير الوايل وبس، جوه الوايل بس، ما تبقاش معرفه بره الوايل وتيجي تقول ده اتشاف. ايوه، يعني لو انت معرف قبل الاي ان تي اي بتساوي زيرو، لو عملت اي ان تي اي دي عرفتها فوق هنا، كانت متعرفه بره الفور، تبقى تتشاف جوه الفور وبره الفور عادي. بمعنى اللي بره يتشاف جوه عادي، لكن اللي جوه ما يتشافش غير جوه بس، في الفور او في اي جمله ثانيه. بمعنى ثاني، لو انا جيت انت قايل لك ايه؟ اسمك ايه؟ مين؟ قلت له اصلا مين ده اصلا؟ كذا. خلاص؟ نقط اكمل الصرف. كذا دي دلوقتي انا عرفتها نقط في المعمل بتاعنا، صح كده؟ انا بقول لمين عشان مين حبيبي يعني. فكده خلاص بقى كل الناس من اللي قاعدين هنا دلوقتي، لو سالت اي واحد قلت له مين ده ايه؟ يقول لي كذا. كده نتعرف في المكان ده. خلاص؟ لو طلعنا بره في معمل تاني او فوق او في اي حته كده وانت قال ايه؟ ده لاي حد مين ده ايه؟ هيديك ايرور. ليه؟ لانه مش هيعرف، مش هيقدر يشوف، مش هيقدر ايه يشوف العمليه دي اتمت ازاي، لانه ما تعرفش غير في المكان ده كله. طب لو انا جيت في وسط جامعه كنت قايل ده مينا وماسك ميكروفون كده مينا ده كذا، خلاص كده فوق كده بره في الشارع فضحته يعني. خلاص
لو دخلت اي محاضرة اي معمل اي مكان وقلت لنا ده ايه كل الناس هترد عليك تقول لك كده في نفس الفكرة بالظبط. لو انت عرفت المتغير بتاعك فوق عن خلاص يبقى اي مكان جوه الفور بقى يتشاف جوه الاف يتشاف جوه اي حاجه يتشاف مفيش اي مشكله. لكن لو عرفت جوه الاف بس ما تشافش جوه الاف بس عرفت جوه الفور بس ما تشافش جوه الفور جوه الفور بس ياك بقى دي يمين انت بالذات تنساها خلاص. عرفنا السكوب عرفت يعني سكوب مجال رؤيه الاي جوه الحته اللي اتعرفت فيها بس. دايما بقيسها بالايه باقواس البلوك اي حاجه اتعرفت ما بينكم سيم بلوك يبقى هم تبعها بس اي بلوك بره او اي حاجه بره ما بتشافش غير جوه خلاص كده. دي حاجه اسمها مجال الرؤيه. نعم سينتاكس ايرور معناها خطا في الكتابه. فالبرنامج هيضرب يقول لك خطا في الكتابه وطلع تحت الاي دي غلطه خلاص. اما العلامتين دول وبعدين الكلمه دي فدي معناها ان ده كومنت ومعناه ان هو ده ما بيفهم يعني البرمجه ما بتفهموش. اي حاجه تيجي بعد العلامتين دول يعتبر تعليق داخلي ليك انت والبرمجه مش هتفهم فيه اي حاجه خلاص. وقال لك اي از لوكال فاريبل يعني الاي هنا متغير داخلي ما يتشافش غير على المستوى بتاع الايه الفور بس ما يقدرش يتشاف بره لوكال محلي حاجه كده مصريه ما تتشافش بره. يعني الفكره حاجه ما بتتشافش غير عند مش متعرفه غير هنا دي معنى كلمه لوكال معناها ان هي تخص الفورك ما حدش تاني بقى بره يفهمها. تمام ليك سؤال زميلنا بيسال سؤال جميل سؤالك جميل جدا جدا تعال نشوف بيقول ايه كده اهو لاين اللي كابتن ماشي كده اهو الاي مش متشافه طبعا ملهاش دعوه بالاقواس احنا مفترضين لو الاقواس مش مكتوبه فاحنا فاهمين ان الاقواس موجوده يعني على سطر واحد فكده الاي متشافه هنا بس. شوف تلاحظ ايه اللي مطلعه لك هنا مطلع لك ايه ايرور. لو جيت عملت رن هيضرب في وشك مش هيشتغل هيطلع لك ايرور. اهو لو جيت عملت رن كده ضرب مني وقال لي في خطا وطلع لي قال لك ذا نيم اي كلمه اي دي داز نوت اكزيست مش موجوده ان ذا كارنت كونتكست في السياق اللي انت عامله دوت الاي ما تتشافش ده يقصده كده فضربت مني. زميلنا ما بيسالش السؤال ده بيسال بيقول ايه بيقول لو انا عرفت بقى الاي مش هنا بقى انا جيت عرفت الاي هنا قلت اي ان تي اي هنا فانا عرفتها فوق فبيقول ايه اي هتبقى بزيرو خلاص. ممكن اقول له ماشي بتبدا يا عم قلت لك اي باتنين عشان اوصل للحته اللي هو عايزها بالذات اي باتنين وهنا الاي دخلت خلناه بزيرو بعد كده الزيرو اصغر من الخمسه اطبع يا ابني زيرو اطبع يا ابني ايه واحد اطبع يا ابني اتنين اطبع يا ابني ثلاثه اطبع اربعه زي ما احنا اتفقنا. وبعد كده بقى كام في الذاكره؟ خمسه. هل الخمسه اصغر من الخمسه؟ لا صح كده؟ خلاص هو مش معترض. هو السؤال اللي بيساله بقى الاي هنا هتبقى متشافه صح؟ قلت له اه عشان متعرفه بره. فبيسالني بيقول لي هتطبع الاثنين ولا هتطبع الخمسه اللي بقت في الذاكره؟ يا ابني دي اي بقت في الذاكره خدت مكان مربع في الذاكره وحط جواها اثنين. دلوقتي بقت بزيرو اتحط مكان شالت الاثنين راحت خلاص وحط مكانها زيرو. بعد كده بقت بواحد خلاص شالت زيرو بقى مكانها واحد شالت اثنين بقت اثنين بقت ثلاثه بقت اربعه. خلاص؟ حلو قوي. عمال يحط ايه قيم كل ده هو مكان واحد في الذاكره القيمه اللي بتطلع كيك اوت راحت بره شلول ما تعرفش ترجعها اصلا خلاص. وقعت بقت اخر حاجه خمسه ما طبعش الخمسه هيجي هو بقى في السطر اللي بره يقول لك اطبع الاي. طب ما الاي فيها كام؟ فيطبع الخمسه خلاص لان مفيش حاجه اسمها اثنين اصلا خلاص اتشالت من الذاكره اترمت وتحط مكانها حاجه ما اعرفش ارجع. المتغير بيشيل اسره واحده زي الشقه شيل أسرة واحدة فيها خمسة فيها عشرة فيها اتنين مش مهم. لكن لو دخلت أسرة تانية الأسرة الأولانية تنط من الشباك. هي شقة واحدة تشيل أسرة واحدة. هو المتغير كده. هي أسرة مكونة من خمس نفر من 20 نفر من 100 ماليش دعوة. لكن هي حاجة واحدة مترابطة تطلع ده يخش المجموعة التانية. خلاص لكن ما تعرفش ترجع المجموعة الأولانية خلاص. أنت اللقطة ديك؟ طيب لو جينا طبعنا كده وطريقة خمسة طبعنا من زيرو لكام؟ لخمسة. طيب
قول لي امتى، قول لي when do you use a which loops، بيقول لي امتى تستخدم اللوبس. خلاص when do you want to use while loops، امتى بنستخدم الوايل لوب. مديك قال لك when you don't know how many times you will iterate، لما تكون مش عارف كم مرة هتحصل لك تكرار. الوايل لوبز انكوربريت ا تيست كونديشن، بيعتمد الاساس على ايه؟ على شرط بتختبر بيه. So they may not even execute once، عشان كده ما بينفعش ان هو يتنفذ على الاقل مره، ايه على الاقل مره احلى. خلاص اما when do you want to use for loop، انت بتستخدم الفور لوب. بيقول when you don't know the specific numbers of iteration. خلاص معلش اسف، هو مكتوبه غلط، المفروض هو when you know the specific numbers of iteration. الفور بنستخدمها لما نكون عارفين سبيسيفيك نمبر، يعني رقم محدد للتكرار او اعداد التكرار. خلاص دي غلطه، خلاص غلطه في الكتابه بتاعتهم هم. خلاص الفور لوبس بيقول لك ان الفور لوبس اسهل شكل عشان يختبر تو تشيك فور كوركتنس، يعني صحه، اسهل واحد لاكتشاف صحته. يقصد ايه باسهل واحد لاكتشاف صحته ديت؟ يقصد لانه ليه؟ لانه ليه اماكن معينه، البدايه دي انشاليزيشن سيمي كولون، الشرط سيمي كولون، الستيب بالبابل. لكن الوايل ممكن يكون معرف متغير فوق وبعد شويه اوامر كاتب الوايل تحت، والزياده بتيجي من حته معينه، فممكن تكون صعب بايه التركيز. لكن الوايل فور بتبقى على بعضها لوكشه واحده على بعضها، فرق انشاليزيشن جنب الكونديشن جنب الستيب تحتيها البابل على بعضيها. فبقول لك هي اسهل واحده للعين عشان تقدر ايه؟ عشان تقدر تكوريكت الناس، يعني تصلحها لو فيها خطا. خلاص تصلحها لو كان فيها ايه؟ خطا، اللي هي زي ار مور اورجنايزد، يعني مرتبه بشكل افضل. وده حقيقه حقيقه الفور هي اكتر واحده مرتبه لان معروفه. خلاص when do you want to use do while، انت تقول انا لازم اشتغل بدو وايل. بقول لك when you know you should execute، انت لازم تنفذ a statement at least once، لما تلاقي نفسك محتاج انك تنفذ جمله على الاقل مره حتى لو كان شرط غلط، يبقى انت كده لازم تكون عامل ايه؟ دو وايل بشكل مباشر. بعد كده يبدا يشرح الريكيرجن، بس بيشرحها بشكل ميثود جوه كلاس، فانت لسه ما عرفتش كلاس ولا عرفت الايه؟ يعني لو جينا بصينا على تو اكزامبلز بيتكلم على فانكشن، واحنا ما عرفناش يعني ايه فانكشن، فانا هاجل الحته دي. ما تنسوش لما نيجي نتكلم على الميثودز والكلاسز، يبقى حد يفكرني يقول لي احنا كنا سايبين الريكيرجن، ده نوع من انواع الايه؟ الميثودز، بيعمل لوب لوحده. فبيقول لي خلاص الريفيو بتاعتك ان انت عرفت ايه different situation in which one loop is preferred over another، ايه اللي بيميز او ايه هي الحاجات اللي بتخليك تقدر تقول والله انا هفضل اللوب عن اللوب الثاني. خلاص دايما المعتدل فوق لان هي متظبطه ومترتبه. خلاص لكن لو انت عايز تشتغل بالوايل، تشتغل بالوايل كل حاجه. اما بالوايل بنفضل دايما نكون عايزين نشغل ايه ولو مره واحده على الاقل، كده كده عايز اشتغل. خلاص بيقول لي هنا طبعا بيقول لي ايه المكونات الاساسيه للريكيرسيف ميثود، ودي لسه ما شرحناش الريكيرسيف ايه ميثود. خلاص ده الباب بتاع الايه؟ التكرار كله.